كلمات إذا حافظت عليها سوف تدخل الجنة مهما عملت ومهما كان لديك من أعمال، تصدق أو لا تصدق. هذا هو حديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام. دعونا أول نتأمل هذا الحديث العظيم ثم نتدبر ونتفكر المعاني الجليلة في هذا الحديث ونستفيد منه ونبدأ بتطبيقه منذ هذه اللحظة إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إذا متفق على صحته. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك شيئا، يريد قلبك. الله ينظر إلى قلوبنا، لا ينظر إلى أشكالنا ولا إلى أموالنا ولا إلى مناصبنا ولا إلى شهاداتنا العلمية ولا أي شيء. الله ينظر إلى القلوب، ماذا يوجد في قلبك، ما هي نظرتك تجاه الله سبحانه وتعالى. هذا التقرير والتصريح الذي تصرح به يمكن أن يكون وسيلة وسبب في دخولك الجنة، لأنك إذا شهدت من قلبك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أنت سرت على خط التوحيد الذي يريده الله. لأن أعظم كلمة قالها النبيون هي لا إله إلا الله، وخير كلمة قالها النبيون هي لا إله إلا الله كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. عندما تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وليس ابنا لله كما يدعي البعض، كل الأنبياء عباد لله ورسل، لا نفرق بين أحد من رسله. عندما تشهد أن الجنة حق وأن النار حق، إذن أنت، هذا هو التسليم الكامل لله عز وجل. طيب، ما الذي يفعله فيك هذا الدعاء إذا قلته موقنا به؟ هنا تأتي درجات اليقين أيها الأحبة. ماذا يحدث إذا قلت هذا الدعاء وأنت موقن به؟ أول شيء ستكره المعصية، لأنك ستعلم أن هناك نارا بانتظار من يعصي الله سبحانه وتعالى. ستسارع إلى الصلاة، إذا كنت امرأة غير محجبة ستسارعين إلى الحجاب وإلى الالتزام بما أمرك الله ورسوله به. إذا كنت عاصي ستكره المعصية، لأن هذه المعاصي ستهلكك في نار جهنم. أنت شهدت أن النار حق، إذن يجب أن تهرب من النار. شهدت أن الجنة حق، إذن أنت يجب أن تبدأ بالعمل الذي يقربك ويكون سببا في دخولك الجنة. وإلا إذا قلت أنا أشهد أن النار حق والجنة حق ثم تكذب وتنافق وتزني وتأكل الربا وتسيء معاملة الآخرين، إذن أنت كاذب. إذن أنت لست صادقا عندما قلت والجنة حق والنار حق. فمن متطلبات هذا الكلام التطبيق العملي، وإلا ما فائدة الكلام؟ إذن أيها الأحبة، لماذا أبواب الجنة الثمانية تفتح للإنسان يدخل من أيها شاء بعد أن يقول هذا الكلام؟ لأنك كلما كررت هذه الشهادة، أن تشهد أن الله أنه لا إله إلا الله، أول شيء لها معاني عظيمة هذه الشهادة أحبتي في الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، لا أتوجه ولا أتوكل ولا أسلم أمري إلا لله سبحانه وتعالى.
ولا ألتجئ إلا لله، ولا أفوض أمري إلا لله سبحانه، ولا أشكو بثي وحزني إلا لله، كما قال سيدنا يعقوب، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا الأمر أحبتي في الله عندما يصبح عقيدة راسخة لن تحب المعاصي. إذا كنت مدخن لن تحب الدخان لأنه يضر، والنبي الذي شهدت أنه عبد الله ورسوله يقول لك لا ضرر ولا ضرار. أن تؤذي نفسك هذا ممنوع في الإسلام، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عندما شهدت أن عيسى حق وأنه عبد الله ورسوله وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا تسليم كامل وتصديق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنك نزهت الله عن الولد، نزهت الله أن يكون له شريك، نزهت الله عن كل النقائص والعيوب عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وعندما اعترفت أن الجنة حق والنار حق، إذن أنت ستعمل أعمالا توصلك للجنة وتتجنب الأعمال التي توصلك إلى النار، وبالتالي أصبحت مستقيما. هذا هو مضمون هذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا هذا الدعاء دائما، وأن يكون سببا نحن جميعا إن شاء الله في دخولنا إلى هذه الجنة من أي أبوابها الثمانية نشاء، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.